حوالينا على الجمال ديالنا. يا هذه الكره ديالنا مجهود ديالنا، ولكن مره الكره هي هذه. خصنا نعلم شنو وقع اليوم ونديروا اناليسيس ديال الماتش، وخصنا نعلم ان شاء الله في المستقبل. خصنا نعلم على اليوم، على دابا انا لعبنا شي 4 كوبا افريقيا وديما وقع بحال اليوم. خصنا من عند الشانس خصنا الماركي ونكمل الماتش دوغان، ولكن هي هذه الكره مره ما كتباش اليوم، وان شاء الله خصنا نكونتينو نزيد الترباي ونعلم من اليوم، وان شاء الله في المستقبل نديو الكاس على الجمهور ديالنا. هما ديما كون معنا وشجعونا، وخصنا نرجعوا الحب اللي كيعطينا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.